مع حضراتكم بالكلام مهم جدا فيما يخص احنا كنا بنتكلم فيه ما بين الاوف اير يعني عن الرخص، رخص لانه ده موضوع يخص كل المدربين المصريين. اللي انا اعرفه ان حضراتكم معاكم الرخصه ايه مظبوط، ولكن البروفيشنال حضراتكم خدتوا يعني خدت رخصه ايه امتى يا كابتن اسامه؟ يعني كان الكابتن شطة هو في الاتحاد الافريقي طبعا. أوكي. وليه فضل كبير قوي انه كان بينسق مع الاتحاد المصري على موضوع الرخص. دي حقيقة. بصراحة يعني كان عامل جهد على فكرة كبير. احتمال كبير بمناسبة الكابتن شطة ينضم الى دكتور جمال محمد علي في موضوع ادارة المدربين خلال الفترة القادمة تحديدا علشان خاطر موضوع لا دي حقيقه يعني هو ليه نشاط كبير جدا وسبب رئيسي في انه ناس كتير جدا في الفتره اللي هو كان ماسك فيها خدوا الرخص اللي هي السي والبي، وطبعا احنا الثلاثه واخدين اللي هي الاي، لكن هي بس لسه البرو دي اللي مع الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري مع يعني او الاتحاد المصري ما عملهاش يعني من 2016 يا كابتن عادل وحتى الان او اخر 2016 اول 2017 وحتى الان لم يتم عمل مره واحده ان انت تاخد رخصه ولا ايه ولا بي ولا سي ولا دي ولا بروفيشنال حتى الان البرو. يعني كانت سنه 16 او 17 بالاخص كنت انا ماسك ساعتها الشباب السعودي وهلعب دوري ابطال اسيا، فقالوا لي الايه لازم يكون معاك ايه، فلما اديتهم الايه في اسيا قالوا لا احنا مش معترفين بيها في افريقيا. ليه؟ الايه بتاعت افريقيا افريقيا. فاتعمل لي معادله وقعدت جوه الملعب. معلش يعني لو سمحت يا شباب بعد باذن حضراتكم الجمله دي بتاعت الكابتن عادل لان دي جمله مهمه جدا وانا وتناقشت فيها مع بعض من اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم فيما يخص هذا الامر، لانه مهم جدا الكلام اللي الكابتن عادل بيقوله ان رخصه ايه غير متداول او غير معترف بيها في اسيا، وان يجب ان انت يكون في معادله علشان تبقى ماسك حاجه في اسيا. بس اعتقد اسلام مش كل الدول يعني في دول شغاله بالايه. لا انت مش تعمل معادله. هو اولا دلوقتي الاتحاد السعودي خد قرار والاتحاد الاماراتي خد قرار ان البرو هو اللي هيتعمل، والبرو دي ما عملهاش. يا كابتن اللي هيتعمل لها المعادله؟ لا انا بكلمك كان في الاول ابطال اسيا او ابطال افريقيا كان بيعتمدوا على الاي بس. اوكي. قبل ما يعتمدوا على البرو كمان. دلوقتي لا البرو. دلوقتي البرو كمان كانت الاي فيها شك شويه الافريقيه، حتى اتعمل لي معادله ساعتها ودربت وقعدت جوه الملعب. في مدربين كتير قوي قعدوا في المدرج زي ما بنشوف علي ماهر وسام الجابر كان في الهلال السعودي ساعتها. ايوه صح الوقت ده وحصلت ازمه كبيره وبتاع. كنت انا وسامي انا ماسك الشباب وسامي ماسك الهلال وسامي قاعد في المدرج لاني ما كانش لسه عمل الايه، كان لسه مبطل شويه. انا كنت عملت الايه ولكن الايه الافريقيه احيانا ما بيعتمدوش عليها. كان الاول يقول لك علشان كانت في 240 ساعه ومش 240 ساعه. الحاجه الثانيه اللي الكابتن اسامه قاله على الكابتن شطه يشكر طبعا، وكابتن شطه عمل مجهود كبير، وكمان الدكتور محمود سعد لازم ياخد حقه. طبعا اشتغل محمود سعد كان همه. اقول لك حاجه، كان همه هو وكابتن شطه على المدربين، لولا الاثنين دول ما كانش في مدرب مصري دلوقتي بقى، لانه اولى بيه حتى في السعوديه بقت الايه. انت عارف يا كابتن علاء خد بقى المهمة الأصعب، إن هو تم تحديد عدد مدربين للرخصة سي ودي، كل واحدة فيهم السي 30 والدي 30 يعني 60 وإي وبي 20 و20 يبقى دي كده 100 والبرو 20 يبقى دي 120. تخيل أنت بعد 6 سنين ولا 5 سنين متوقف عن عمل الرخص في خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، تخيل ان انت بعد كل هذه السنين هتقدر تختار 120 واحد فقط. انا وجهة نظري انا ما عدتهمش وما اعرفش قد ايه ولا اعرف، بس انا بقول من 8 ل 10000 مدرب بان قطاعات الناشئين ده على الاقل. يا اسلام على فكره الرقم اللي بتقوله ده كمان؟ على الاقل طيب. العدد كبير جدا. هل ده ينفع لما تحصره في العدد الضعيف قوي اللي هو 100 ده؟ 120 بالظبط. 120 هو اللي قال الكابتن اتكلم، دي حاجه صعبة جدا. لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا يمكن هي عشان في فترتنا كان دكتور محمود سعد وكابتن شاد. دكتور محمود سعد كان تخيل يعني الراجل من طبعا يشكر من ذوقه واحترامه وحب، وهو بيحب المدربين جدا. كان هو اللي بيكلمنا يا اسلام تعالوا علاء مش عارف اسامه تعالوا عشان الرخصه ايه، هو اللي كان بيخليك تروح تعمل الرخص والله. يعني هو يعني هو راجل طبعا شخصيه جميله جدا يا اسلام، انت اكيد عملت معاه واتكلمت معاه، وراجل بيحب شغله بطريقه مش طبيعيه، بيحب يدي علم اللي عنده لكل الناس، مش بيحتفظ بحاجه لوحده. عايز كل المدربين تاخد الرخص وعايزهم في اعلى
المراحل. دي فادتنا احنا يا اسلام، يمكن يعني احنا جيل محظوظ عشان الرقم المخيف اللي انت قلته دلوقتي. انت بتقول رقم مخيف فعلا، يعني تخيل العدد المهول ده في المدربين كلهم هيوصل ل 120 مدرب معاه بس. ده لو 1000، ده لو وصلوا ل 1000. ما انا بقولك انت معنى الكلام اللي حضرتك بتقوله ده لو اكتر من 10000 فعلا. ايوه يا اسلام. لانك انت كل سنه في كم مدرب بيدخل. وفي ناس وبعدين اصل هي انا برضو في نقطه بس او سؤال، هو هيقسمها ازاي؟ هيختار ازاي؟ انت فاهمني يا عادل؟ هو على حسب، بمناسبه الساعات، هو على حسب الساعات المعتمده يعني. غير الاول كانت ايام صح. دلوقتي لا، دلوقتي عدد ساعات، يعني لازم هتعمل مثلا يعني 50 ساعه مثلا. عارف يا اسلام، ممكن تبقى على سنين. ده كان ده اللي كان الاختلاف اللي كان بيقول لك مش معترف بايه في اسيا. برافو عليك يا كابتن. عشان كان هما عايزين عدد ساعات معينه. احنا كنا بناخدها 240 ساعه. ايوه انت كنت بتاخدها بحوالي، كنا بناخدها في خلال اسبوعين او حاجه. عادي. بص يا كابتن، احنا عملناها في 24 يوم بالظبط 240 ساعه. أيوة. لكن الاتحاد الاسيوي كان بيقول لك احنا محتاجين، وللاسف في مدرب مصري مش هقول على اسمه كان السبب في الموضوع ده. شكك في الايه بتاعت مصر، لانه بتاعت افريقيا كان افريقيا آه كان عايز يشتغل آه كان عايز ياخد دراسات، لان عملوها 5 ايام وعملوها 24 يوم. عملوا الناس 5 ايام، الناس الكبار الكابتن انور والكابتن حلمي والكابتن حسن والناس دي اتعملت لهم 5 ايام. اوكي. فالمدرب ده كان عايز يخش معاهم، ما رضوش يدخلوه معاهم، فبعت شكوى خابط فيهم وقال لك ان ال 240 ساعه. بس دلوقتي يا كابتن معنى كده ان هي رجعت لعدد الساعات. عدد ساعات ده بقت رسمي يا اسلام. عدد ساعات رسمي كده خالص. هم عمموها. بس هو المشكله في كل يعني ايه، وبي وسي ودي وبروفيشنال. هو دلوقتي المشكله اللي احنا بنتكلم فيها العدد دي تناقشها انت. وقال 20 ده خلي لازم وقال كده النهارده على فكره، بعد ما نخلص على صفحه الاتحاد كويس. الفيديو بتاع دكتور جمال محمد علي هو على صفحه الاتحاد موجود. المشكله هو نفسه اللي قال هذا الكلام. المشكله اسلام ان في مدربين كتير في مصر شغلهم بقاله كتير جدا، يعني العلم اللي عندهم اكتر من الاي والبروفيشنال. حتى لما زي عادل ما بيقول لك لما جينا ناخد الاي كان كباتن كبار قوي بقى لهم 30 40 سنه بيدربوا، زي كابتن ابو رجيله. انا استغربت الاسماء دي الحقيقه. ده كابتن وكابتن انا حضرت كان الكابتن ابو رجيله، كان الكابتن حسن، اسامي كبير يعني، ناس كبيره جدا. كنا حوالي 35 واحد. فالتاخير دوت انت شكلا ان يتقال ان انت معكش الرخصه مثلا، لكن انت شغلك الفعلي بقالك 20 ولا 25 ولا 30 سنه في التدريب. كان معايا امبارح احمد